من المنيا نروح لمحافظة سوهاج والمستشار علي أبو كريشة رئيس إحدى اللجان في هذه المحافظة في سوهاج. سيادة المستشار أهلا وسهلا بيك. يا أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. مشرفنا بكل تأكيد، وطمنا على العملية الانتخابية اللي موجودة في قلب الصعيد، بنتكلم على سوهاج. سوهاج حضرتك معروفة يعني ومشهورة بالمشاركة، مشاركتها للانتخابات يعني في كل سواء في الشعب أو في انتخابات الرئاسة عندنا إقبال يعني موجود في سوهاج. في إقبال الحمد لله. الحمد لله. لو حضرتك الأول يا فندم، اللجنة بتاعت حضرتك سيدات ولا رجال؟ لا مشتركة حضرتك. مشتركة؟ لجنة مشتركة. طيب يبقى حضرتك هتديني معلومة أكتر دقة، يعني الرجال أكتر ولا السيدات؟ المشاركة في عملية المشاركة الانتخابية؟ أيوة. لا هو بالتساوي حضرتك، يعني احنا زي ما قلت لحضرتك سوهاج نفسها كمحافظة يعني عندها وعي سياسي، بتشارك في الانتخابات، ما يعني فيش عزوف عندنا في سوهاج في كل مراحل الانتخابات. جميل للغاية. بنتكلم على يعني في أي حاجة حصلت بتشوه العملية الانتخابية، أي مشاكل حضرتك رصدتها؟ لا حضرتك هو في تعاون، موجود تعاون من الشرطة، موجود تعاون من الجيش، موظفين، في إقبال، ما فيش مشاكل عندي في الانتخابات. حضرتك في المدينة نفسها مدينة سوهاج ولا في إحدى المراكز؟ في مركز المنشأة. في مركز المنشأة. جميل للغاية لما يكون المراكز كمان مش فقط المدينة الأم أو العاصمة، عاصمة المحافظة، لما يكون فيها إقبال بالشكل ده يعني شيء محترم للغاية. جزيل الشكر سيادة المستشار علي أبو كريشة رئيس إحدى اللجان في محافظة سوهاج في قلب الصعيد، وهنتابع بالتأكيد مع حضراتكم من خلال شبكة كبيرة من مراسلينا وأيضا من خلال الصحفيين وأيضا من السادة المستشارين والمحافظين.